انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. الشتاء بتكون الالوان الترابيه بتدي احاء بالجو اللي احنا بنمر بيه. بحب الرماديات جدا، البلاك طبعا مفيش فيه نقاش، يعني ده اساسي. برضو اللون اللي هو بيبقى مناسب للبنت اللي هتلبس، يعني مش شرط ان انا عندي قاعده الوان. انا دايما بقول ان الالوان دي حاجه اوبن، انا بشوف البنت ايه المناسب ليها، مش شرط يكون في لون مثلا موضه فهو هلبسه لك، لا ممكن ما يليقش عليك. اول مقياس البشره، هي بيضة أم حوية، بشرتها لونها إيه، ده بيبقى مقياس إن أنا بحط الكالور المناسب ليها. وغير كده حجم الجسم برضو، ما مش هتيجي واحدة مليانة قوي وهعمل لها لون بقى فاتح وهيظهر لي الجسم، لا بشكله بقى حسب حجم جسمها. طبعا بنشكل اللون حسب البنت اللي بتلبس، حسب بشرتها، حسب شكلها. وغير كده بيكمل بقى ورايا الميك اب. هي كانت لابسه الدريس ده كان مميز قوي، هو ساتان وفي شوارع فيسكي كله وكريستال، فالبنت لما لبسته فعلا كانه هو معمول لها، يعني كان مناسب ليها جدا جدا. وحتى قالت لي لفت الانظار، انا ما حضرتش الحفله كنت معزومه بس عندي ظروف يعني ما رحتهاش، فقالت لي لفت الانظار من الجميع، كله كان مبهور بالدريس لان هو كان مميز. ما انا بنصح اي بنت عندها مناسبه هي ما تنزلش تشتري دريس كده من محل تاخده من على شماعه. امال هو في ديزاينر ليه؟ ما هي هتروح للديزاينر ده، هو اللي هيحدد لها ايه المناسب ليها وايه اللي مش مناسب ليها. هي كاختيار هي مش هتبقى عارفه تظبط المقاييس بالنسبه لجسمها، ده في حاله لو الجسم فيه ديفو، لكن لو جسمها عادي تلبس اي موديل. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انت وبس. دوت كوم.